عند وقوع تفجير أو حادث ما على الأرض السورية عموما وفي العاصمة خصوصا، عادة ما تتناول بعض محطات الأخبار الحدث وفق صياغة تقول إن تفجيرا وقع في منطقة كذا بدمشق. وقد تبادل كل من النظام والمعارضة الاتهامات حسب وصف تلك المحطات. إذا نبدأ حدث اليوم من سوريا، حيث يتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات حول طبيعة تفجير هز حي باب شرقي في العاصمة دمشق. النظام أعلن أن التفجير انتحاري، بينما اتهمت المعارضة قوات النظام بتنفيذه عن طريق ضرب المنطقة بقذيفة هاون. تبادل الاتهامات يعني مبدئيا أن هناك طرفين يتبادلونها، بمعنى وجوب سماع الطرفين، غير أنك نادرا ما تسمع على بعض محطات الأخبار متحدثين لكلا الطرفين، بحيث يكتفى بالاتصال بناشطين ومتحدثين معارضين ينسبون الفعل للدولة السورية ويتهمون إعلامها بالتنسيق معها دون أن تسمع اتصالا بمن يدفع التهمة. في 27 حزيران 2013 حدث في باب شرقي ما ظن بداية أنه تفجير انتحاري، ثم تبين لاحقا أن قذيفة هاون هي ما سقط في المكان. على بعض نشرات الأخبار وكما العادة ناشطوها كانوا حاضرين للقول إن النظام هو من فعلها والإعلام السوري كان موجودا قبل الحدث. وقع عليه التلفزيون السوري السباق في نقل الخبر وتحويل سقوط القذائف إلى تفجير انتحاري لتغطية إجرام حاصل. واللافت هنا وحسب مراسل قناة العالم الموالية للنظام السوري، فقد تحدث مراسل أن الانتحاري وضع المتفجرات داخل ربطة الخبز، وحتى أبواب المحلات لم تنكسر في مكان تفجير. وقعت التلفزيون السوري والأخبارية السورية موجودة في نفس اللحظة مكان التفجير. الظن بأن ما جرى كان تفجيرا انتحاريا وتحليل أحد المراسلين بأن المتفجرات ربما كانت مخبأة في ربطة خبز جعل ناشط المحطة الإخبارية يتخذ منه حجة على الدولة السورية بدعوى استحالة تفخيخ ربطة خبز، إلا أن متابعة وقائع أخرى تظهر أن أشياء أكثر غرابة تم تفخيخها سابقا من قبل المعارضة المسلحة. جال عندي معه أنينتين سفن بحجم اللتر فيهم سائل شفاف أبيض، بتصل فيني أبو الهدى تاني يوم بيقول لي بجيب لي معه علبتين دخان فيهم مفجرات. أحد هاي الطرق هي تفخيخ القرآن الكريم، الشاي، المتي، الفول محشوة كلها بالTNT أو المواد المتفجرة. ناشط المحطة الإخبارية قال بأن الدولة السورية اختلقت وجودا انتحاريا لإخفاء قصفه لباب شرقي بالهاون، فيما عدد كبير من مقاطع الفيديو تظهر استهداف تنظيمات مسلحة في جوبر بريف دمشق لمجمع 8 آذار في مدينة دمشق بدعوى تبعيته للدولة. كما قصف لواء البراء بدمشق وريفها مجمع 8 آذار الواقع وسط ساحة العباسيين بالمدفعية. علاقة ذلك بما حدث في باب شرقي توضحه الخرائط، بحيث تظهر أن باب شرقي وباب توما تقعان تقريبا على ذات الخط المستقيم الذي يصل بين جوبر ومجمع 8 آذار، ثم يليه مباشرة باب شرقي وباب توما، وبالتالي فإن أي خطأ في تحديد الهدف قد يجعل القذيفة تكمل باتجاه باب شرقي أو باب توما، حيث تكرر الأمر مرات عديدة مع مراعاة نسب الخطأ الكبيرة التي تتصف بها مدافع الهاون كثيرة الاستخدام من قبل المعارضة المسلحة.